اهلا، انا احمد مراد، وهوريكم ازاي تعملوا الكيكه. حط رجلك لقدام ورا المسامير بزاوية 45، وكعبك طالع لبرا، رجلك اللي ورا تكون على التيل في النص. اتني رجلك وانت بتنط لازم حركتين في نفس الوقت، البوب برجلك اللي ورا والشوطة برجلك اللي قدام، تسحبها لفوق ناحية الركن. بعد البوب على طول طلع رجلك اللي ورا لفوق عشان تسيب البورد تلف. رجع رجلك اللي قدام، وأول لما الجريب تيب يظهر افرد رجلك وامسكها. الأساس في الكيك فليب عندكم شوطة كويسة والبوب عالي، حاجة تكون زي كده في الأول. انتوا بتبتدوا كده، بعد كده أول ما تيجي فيها انتوا بتحاولوا تحطوا رجلكم الورانية عليها. من اهم الحاجات كمان وانت بتعمل بوب لازم تنط لقدام شويه عشان تقدر تفضل فوق البورد، ولو ما عملتش البوب صح البورد مش هتنادر في الهواء، في الغالب مش هتقدر تنزل عليه. والكيك فليب هتاخد وقت عشان تتعلمها، بس متفقدش الامل عشان تقدر ساعتها تعمل تريكس تانية زي الباك سايد فليب وال 360 فليب وتريكس تانية كتيرة.